صباح النور غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ احوالكم مزيانه؟ نتمنى نلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. كيف ما شفتوا شاركت معكم في الفيديوهات السابقه التجهيزات ديال العيد ميلاد ديال الكتكوته ديالي. شاركت معكم شنو طيبت لهم. شكرا بزاف البنات اللي خليو ليكم منطرات زوينين، الله يكبر بكم الله يخطيكم. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ونهار جديد. هذا نهار الثاني ديال عيد ميلاد تاع الكتكوته ديالي. صراحه بقى كلشي مرون. بزاف البنات كيتصيفطوا ليا في الانستغرام بالمناسبه، اللي ما عندهاش الانستغرام ديالي دخل هنايا سعيده ايفيدونس، راه نفس السميه. تيك توك ديالي سعيده ايفيدونس، باج ديالي فيسبوك سعيده ايفيدونس، يعني كلهم البنات بنفس السميه، ما دايراش كل بلاصه وسميه. تما بزاف البنات تقربوا مني، كنشارك معكم اليوميات ديالي، كيفاش دوزت نهاري، شي حاجه جديده، يعني شي حوايج ما كنبارطاجيهمش هنا في هنا في اليوتيوب، وكنبارطاجيهم اكيد في الانستغرام. هذا ما كان مهم البنات، انا كنهضر معكم على طبيعه ديالي. اليوم ان شاء الله كما قلت لكم النهار الثاني ديال عيد ميلاد ديال الكتكوته ديالي. غنوض اختي بقات لي روينه وانا كي ماشي مشكل. اهم حاجه عندي اقسم بالله البنات الا ديك الضحكه ديك الفرحه، عرفتي راه شي سيمانه مسكينه وهي ماما يويو ماما يويو ناني يويو. الله يحفظها ليا يا سيدي ربي، واللي محرومه يا ربي ترزقها الذريه الصالحه. حتى حاجه اختي شوفي الشقا الجميع تخمال كلش غادي يرجع، اللي توسخ غيتصبن، اللي تغبر غيتشطب غيتسيق. المهم اختي اهم حاجه هي ديك الفرحه، داك لومبيونس ديال عيد ميلاد. هذا ما كان كيبقاو غير سوفونير بحال هكا. يتكبر اكيد راه غادي تفكر، غادي تشوف تصويراتها غادي تفكر ويعجبها الحال. هذا ما كان اختي شوفي اختي في الصباغه. هاد الصباغه دابا نتوما كتشوفوها مقاده، واحد شويه ما غتبقاش مع تيتو جافيل غير غطير. اختي اليوم صباح عندنا واحد البرد غزال ما شاء الله، والله يلفن. صباح عندنا الجبحه تاع الشتا، عندنا السما مضببه دابا نوريها لكم، والبرد كيريح. مهم البنات ما تبخلوش عليا، لاول مره كتشوف القناه ديالي اولا الباج ديالي فيسبوك، مرحبا بك واستلاف، مرحبا شرفتيني حبيبه ديالي. كيف ما كنقولوا جديد لي جده والبالي لا تفرط فيه، اكيد حتى الناس القدام. ما تبخليش عليا واحد البصيمه، واحد كومونتير زوين بحال وجهك، ديري ليا ابوني باش يوصلك دائما الجديد، واكيد تفعيل الجرس باش دائما اي حاجه حتى دا في القناه اكيد توصلك انت الاولى. هذا ما كان. المهم البنات ان شاء الله الفيديو ها هو غادي، تنشوفوا فين بغي يخرج اختي. الا بقيت في الدار هاني في الدار، الا شي حاجه جديده المهم كلشي غادي تشاركوه معايا، تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. هذا ما كان، يلا البنات بقاو معايا في الفيديو. المهم البنات هنايا ليله عيد ميلاد، كيف ما كتشوفوا بقات الدنيا عندي مرونه. صراحه خليتها هكا غير الطبله هي اللي جمعت ديت الماء عند تيتهم الكوزينه فقط، كلشي خليته هنا. خويا قلت له لا تنشدك مي اختي، كلشي على القفطان والتاج يا اختي. ايوا كيف ما كنقولوا ضروري من الروينه، ولكن اختي جلست عليها هك بالك هك بالك. هذا نهار جديد، اصبحنا مصباح الملك لله الحمد. صباح جديد ونهار جديد اختي. صبحات عندي الروينه ديال بصح الطبله، راه كانت مجموعه بنتي عاوتاني حطت، قالت لك هذوك فوق الطبله، قالت لك ولا ماما خليهم تما. ايوا اختي قالت لك خلي ليا تنبايل، خلي ليا ديك جوج. قلت لها واخا حبيبتي كلشي نخليه لك، يلا بقي ليا هي على خاطرك. ايوا صافي يا اختي، باقي ما شبعاتش ما قنعاتش، كنجمعهم وكنخبيهم وكتمشي كتجيبهم. المهم صافي اللي توسخات صافي حيدتها عليا مره. المهم البنات كيف ما كتشوفوا هنايا راه مسحت عاوتاني الطبله، نفط كل شيء. راكم عارفين هادو هاديك اللي كترتقى البنات، عرفتي راه ما كتبيش تحيد نهائيا. عرفتي شحال بقيت وانا مضاربه مع تاع الشطاب وتسياق، وتقول يا اختي كتلصق لصقه وحده صافي صافي، بقيت مضاربه معاهم مضاربه معاهم اختي تحيتهم. ولكن ها الصراحه شدوا لي الوقت، سمحي لي البنات على الصداع، صراحه شدوا لي الوقت وبقيت معاهم هكبالك 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 تحيتهم. المهم ما تخليكم مع شويه الموسيقى.
كيف ما كتشوفوا البنات راه هادي اللي كترتقى البنات كتلصق ديال بصح عرفتي شحال شطبت وعاود وشطبت وعاود. المهم البنات بقيت مضاربه معاه حتى حيدتهم كيف ما كتشوفوا جفيت الارض خليت داكشي اللي كيما قلت لكم قالت هادي الكتكوتة ديالي. ايوا صافي البنات هنايا ها نتوما قالت لك والو اختي خلي لي حتى العيد ميلاد ديري ليا في التلفازه وخليه. اي أيوة والله يحفظها ليا سيدي ربي يحفظ لكم معز ما عندكم ان شاء الله يا سيدي ربي. المهم يا اختي راهتي ملي كتجمع الدار كتحسي بواحد الراحه. تما الكتكوتة ديالي جالسه كتفرج قالت لك يو 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 هنا البنات راكت معكم بيتي راه صباح عندي مرون ديال بصح اختي كون هي كانت هادي كنت طقبق صافي كلشي سالينا كلشي في الطينه. ولكن اختي لا ما جمعوا لك يدياتك ما كاينش اختي اللي يجمع لك حتى شي روينه اخرى. المهم تما البنات الشبكه دايره فيها داكشي الالعاب بنتي راه تبارك الله عندها على ماذا داكشي باش جمع عليها ديك الشبكه وديك البلاصه كلها عمره باللعب. المهم البنات هنايا جيت لبيت خويا كنجمع فيه راه شاركت معكم ديجا راه خملتو غير كنجمعو هكا جمعه خفيفه غير جمعه الصباح وصافي. ما راه ملي كتكون الدار كما كنقول لكم مخمله مسيقه الغبره ما كايناش راه كيجيكم انا بعدا كيجيني البنات ساهل الشقا. هنا البنات شاركت معكم الكوزينه صباح حتى هي مرونه كلشي جمعتو فيها جمعت كاع فين ما كان شي هكا المواعين وداكشي جمعتهم فيها باش هكا تبقى ليا الروينه كلها في الكوزينه مضطره نضيتها كلشي جمعتو حاشاكم عزكم الله. راه هنايا الزبل حتى هو درتو في لاكور. ايوا اختي هنا حتى هي درت ديك الباق الباق نعم تجي عليا البنت انا راه هبيله. المهم البنات هنا اختي كلشي كاين مع كلشي ناضي كلشي اختي هو هذاك تيبري يا لالا. المهم الكبيدات يلا لقيتوني ساليت كلشي ساليت الدار جمعتها كلشي هو هذاك. سمحوا لي على الصداع تاع الدراري الصغار كيلعبوا الكره هنايا حدانا. المهم البنات ساليت كلشي شوفوا البنات وجهي راه كيتلصق عرق ديال بصح. ويا اختي راه واحد الروينه ما نعاودش لكم ما يمكنش ولكن الحمد لله بقيت غاديه معها حتى ساليتها وتا بنتي صبحات لي مسكينه مريضه ما عندهاش الخاطر نهائيا حتى شي حاجه ما عرفتش هي واقيلا مع الجو حين تبدل جو بونس واقيلا حين هي سخانه الحمد لله ما فيهاش ولكن خاطرها مضيق ما كانت لي حتى شي حاجه من الصباح يعني شربت غير كاس الحليب صافي. الله يحفظ عليا يا سيدي ربي من كل شر. المهم البنات ما عليناش نكملوا لا فيديو ديالنا كيف ما شفتوا كما قلت لكم ساليت دابا كلشي بقى ليا ان شاء الله نصايب الغدا نصايب غير هكا قتيبات انا وبنتي تاع الدجاج وشي هكا شي سلطه هكا مينيضه ولا شي عويصر الله يجعل البركه حيت غير انا وياها كاينه في الدار. المهم البنات بقاو معايا حتى تشوفوا كلشي اللي وصلتي حتى لهنا ما تنسيش واحد البصيمه وواحد كومونتير زوين بحال وجهك. هنا البنات كيف ما كتشوفوا جيت ندير الغدا الصراحه ما مع دايره ريجيم ما بغيتش ندير هكا شي حاجه تاع المرقه ولا سميتو وبنتي اصلا ما كتاكلش ليا المرقه يعني كعزيز عليها بحال هكا قطبان كفته يعني كنبغي نحاول ندير لها غير الحوايج اللي كتاكلهم ليا هكاش لي داركم عارفين دابا الصيف صيف اختي كيبغي غير هادشي وات المتولين هذا ما كان حيت كاينه غير انا وياها درنا جوج قطيبات لواحد صافي الله على البركه. تما راه غير لا دانت شديتو كيف ما كتشوفوا وشرملتو وديرتو وشويتهم غير في البانيني صراحه هذيك الات بانيني كتنفع اختي حتى في الشوا والله الا كتشوي غزال. هنايا البنات الشلاضه ديالنا المتواضعه كندير الخاص ماتيشا كندير كيف ما كتشوفوا خيزو. المهم الشلاطين المتواضعه. المهم البنات خليكم مع شويه الموسيقى ورجع معكم.
هنا البنات من بعد ما طاب ليا كيف ما كتشوفوا لا دانت القطبانجيه ولي تما زدت البنات الملاضه ولا ما البنتي هذيك الملاضه ولا ما اش كاين تما الملاضه ولا ما هو اللي درت لبنتي كنخاف عليها ملي كاز داكشي باش ولا شافتني انا صراحه انا ما كنبغيش نشربها غير حين شط لينا من العيد ميلاد صافي قلت نديرها هنايا البنات نهار اخر شاركت معاكم بنتي كل ساعه تقول بها هي بها هي قال لي با هي يلاه نجيبو بها دويره في مرجان انا البنات هادو تاع اسبانيا راهما دايرين لهم 57 درهم للكيلو صراحه الناس شارينهم والله الا هادوك البنات كاين اللي معلمين اللي دايرين لهم ديك الصباغه وعلى على ظهرهم راه مشريين صراحه داكشي غزال اختي خاص غير الفلوس والله الا وانا كرهها اختي لا يعلى على سلعه بلادنا سلعه بلادنا راه زوينه سبحان الله العظيم كل بلاد وكيفاش كما كنقولوا كل بلاد له الهبه ديالها شريتو نتوما شي ضحيه ولا باقي وصل عندكم العيد ولا مازال ايوا اختي الاجواء ديال العيد ما بقى ليهم والو ان شاء الله اصلا راه دخلوا هكا واخا صراحه ما بقاوش كي كان ولكن الحمد لله على كل حال انا الكسكوته ديالي ها نتوما شوفوها قالت لك والو قالت لك هي بغات تمشي عندهم قلت يا بنتي دركي يضحك شي واحد ايه والله يحفظ عليا يا ستر يحفظ لكم نتوما وليداتكم المهم ما شاء الله تبارك الرحمن هنا البنات غنقول لكم بسلامه عليكم وصلنا لنهايه الفيديو نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ما تدخلش عليا باللايكات